الأسئلة مات الجمهور. نعم. عندنا راح تكون حضورية ولا كل اختبارات وزارة التربية هي اختبارات حضورية. زين. كل اختبارات لحد الآن هذا كقرار. نعم. وزارة التربية قراراتها متعلقة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. إلى الآن كانت حضوري أو إلكتروني. نعم. إلى الآن عن نهاية عام دراسي أو امتحانات، يعني هو بس أنه إيضاح مهم، الامتحانات شيء والتعلم شيء آخر. يعني اليوم وزارة التربية من تخلي التعليم الإلكتروني، ممكن من السهل أن وزارة التربية تعطي القرار بأنه البقاء على اختبارات نصف السنة واعتبارها الدرجة النهائية للعام الدراسي، لكن بالمضموم من العام المجتمعي، هل الطالب أو التلميذ أخذ كفايته من المعلومة؟ هل أصبح مثقف بشكل جيد من خلال المرحلة الذهنية اللي هو واصل؟ الطالب مهيئ للامتحان بعد هاي الفترة على الحضور الإلكتروني بما أخذ اليوم؟ حتى المشكلة إذا كان التعلم الإلكتروني والاختبار حضوري، الطالب يؤدي الاختبار بالمعلومة وليس يؤديها بشكل إلكتروني أو بشكل حضوري. التعليم الحضوري مهم جدا والاختبار الحضوري مهم.